مرحبا فيك في برنامج كابتشينو شو. هذا سؤال آخر، والسؤال حول هناك الكثير من العلاجات المطروحة، وبعضها قاعد يعمل وبعضها لا يعمل. ما هو برأيك أنفع العلاجات للموضوعات النفسية، موضوعات الصحية، يعني العلاجات بشكل عام؟ أنا أعتقد، والله أعلم، أنا مش الوحيد، لكن أعتقد أني مكتشف السر في هذا الموضوع، وأعتقد أن كثيرين الآن قاعدين يتكلمون عن هذا الموضوع، وأن هناك ناس في السابق تحدثوا عنه دون التطرق للبعد التاريخي. يوم من الأيام إن شاء الله نخصص له إذا كان هذا يهمك. واحد اسمه فيليب أرمستو، دكتور وبروفيسور في جامعة أكسفورد، شهدت له مرة أكثر من 16 محاضرة في موضوع تتبع الفكرة حول في تاريخ البشرية. طبعا بدأ من الإنسان قبل ملايين السنوات، يعني على افتراض طبعا اللي أنا متبني هذا الفكر كذلك، بأن الإنسان موجود قبل آدم، إنسان متواجد قبل آدم، لكن قاد آدم عليه السلام هو الذي ارتقى إلى مستوى الذي يستقبل فيه الرسالة. وإلا يقينا علميا نحن مؤمنون بأن الإنسان متواجد قبل آدم، على افتراض أن آدم في التراث الديني بالذات المسيحي واليهودي هو لا يتعدى 6 إلى 7 آلاف سنة ميلادية شمسية يعني. فطبعا احنا ماخذين تاريخنا كمسلمين، ماخذين تراثنا من المسيحيين واليهود، ما عندنا تاريخ قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد لدينا تاريخ باستثناء مجموعة قصص ذكرت في القرآن الكريم، وهذه القصص لم تروى بتواريخها، لذلك ما عندنا، نأخذ تاريخنا الإنساني من آخرين يعني. فنشوف ما الذي دونه الرومان، ما الذي دونه اليهود، ما الذي دونه السريانيين أو المسيحيين، ما الذي دونه قبلهم اليونانيين، ما الذي دونه الفراعنة، ما الذي دونه البابليون، ونعرف منهم سياق التاريخ وبعض التاريخ. لذلك في ذاكرة البشرية، صح التعبير، أن آدم لا يتعدى 6 إلى 7 آلاف سنة. أنا درست أنثروبولوجي، والأنثروبولوجي هو دراسة علم السلالات، وبنفسي كنت أشوف تحليلات، نحلل مثلا بعض العظام اللي موجودة، ونعرف أنها مضى عليها 20,000 أو 25,000 سنة. نحن نعلم اليوم بأن هناك آثار موجودة لبشر كانوا موجودين في العصر الجليدي، احنا نتكلم العصر الجليدي يعني مضى عليه أكثر من 20,000 سنة. بل هناك نظريات قوية جدا تتحدث عن وجود الإنسان في وقت الديناصورات، احنا نتكلم عن ملايين السنوات يعني. فذلك الإنسان موجود من زمان. أنا عملت تحليل للدي ان اي الخاص فيني لمعرفة بداية سلالتي، فالفحص هذا يعطيك 150,000 سنة بعد، ل 150,000 سنة وين بدأت سلالتك، اللي هي ترجع جميعا، نرجع إلى يسمونه آدم of the genes، يعني آدم الجينات مالتنا كلنا موجودين. هو طبعا في أفريقيا، مقر أفريقيا، لأن كل البشر يعني نزحوا من قبل 150,000 سنة من أفريقيا، على الأقل اللي نعرفها من السلالات الموجودة. قد يكون في سلالات ما نعرف عنها، قد تكون كانت موجودة حتى أكثر من 150,000 سنة. طب شو اللي كان موجود قبل 150,000 سنة؟ ما نعرف، يمكن تكون موجودة كانت في أماكن أخرى وانقرضت، لأن عملنا فحوصات على الهنود الحمر، عملنا فحوصات على الأباتشيس، عملنا فحوصات على البلانشيس، عملنا الفحوصات على الأصليين في أستراليا في جنوب أمريكا، وجدنا أن أيضا ترجع كلها إلى أفريقيا. وهذا الفحص تستطيع أن تعمله أنت بنفسك إذا تشاء، شركات موجودة في الإنترنت يبعثوا لك بعض الأشياء تفرك فيها في مكان معين في جسمك، تترك آثار الدي ان اي الجينات، ترسلها لهم في خلال أسبوعين يعطونك تقرير كامل. ومنهم أقاربك اللي موجودين في العالم على الأقل إلى 40 يعني مرحلة ومرتبة. فأنا مؤمن بالفكرة هذه بأن الإنسان موجود قبل آدم. هل الآدميين؟ لا، يعني هنا أتفق مع وجهة النظر القائلة
بأنه هو آدم بداية الآدميين طبعا يعني هو آدم أكيد بداية الآدميين يعني لكن قبل آدم كان الآن في موضوع الاختلاف في هل كان لآدم أب وأم ولا ما كان له أب وأم موضوع يعني قابل للنظر وقابل الاختلاف أنا ما عندي ترجيح واضح فيه لكن أميل أكثر إلى رأي القائل بأنه كان لديه أم وأب ولكن فيقول لك طيب شلون الله سبحانه وتعالى خلقته بما الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بيده يعني في النهاية كل حاجة موجودة هي خلقت بيد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام عن موسى عليه الصلاة والسلام ذكر عن عيسى ذكر عن أنبياء كثر ذكر عن يعني أشياء كثيرة في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يخلق بيده فنحن جميعا صنع وخلق الله سبحانه وتعالى كلنا كل شيء موجود في الكون هو خلق وصنع الله سبحانه وتعالى فالخصوصية هاي اللي أعطيت لآدم ففيها تفسير يمكن نتطرق لها في المستقبل نعزز وجهة النظر هاي نشوفه كذا وننظره لكن ما يهم يعني آمنت فيها ولا ما آمنت في الحقيقة ما تأثر أي شيء يعني أنت كنت أنت خلاص تؤمن بأن آدم هو أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وتركه لأن حتى الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وكتاب البداية والنهاية هذا كتاب تاريخي كتب الإمام ابن كثير يذكر بأن كان قبل آدم صنفا يسمون بالبن وهذول جماعة البن كانوا موجودين على الأرض وعايشين وكذا وثم طغوا طغيانا شديدا فتسلط الله عليهم إبليس وإبليس ذاك الوقت كان يعني خلق صالح حتى يقال عنه في التاريخ ما ترك بقعة في الأرض ولا رقعة في السماء إلا وترك عليها أثر سجود لكن كان من أصلح الصالحين يعني لكن فيه شيء من الكبرياء فيه شيء من الإيجو والإيجو قاتل فيه شيء من الإيجو كذا شيء من الترفع بالتدين شوف أنا دائما عندي وجهة سلبية تجاه التدين طبعا أقصد بالتدين التدين السلبي لأنه هو في النهاية يقود إلى ذلك يقود إلى تطرف إلى إبليسية إلى شريرية إلى لما يصير في ترفع لما يصير في أحكام يحكم على هذا ويحكم على ذاك وكذا خلاص الآن بدأ يدخل خلقتني من نار وخلقته من طين والنار أحسن من الطين والطين أنزل من النار ويبدأ الإيجو شغال الآن لذلك هذا اللي أهلك إبليس مع أنه صالح وتقي وعابد لكن الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون الحين أوريكم الحين أوريكم القصة المقصود منها ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن لوصول معنى عميق وهذا هو المعنى العميق فيها علي حال فيقول كان في جماعة اسمهم البن يعني كانوا موجودين وكذا ففنوا جميعا فجاء آدم وارد يعني هذه القصة كذا منين جاب الكلام ابن نذير هذا الكلام الله سبحانه وتعالى أعلم يعني روايات تنقل من ذاكرة البشرية ومن لكن الكلام العلمي يعني مثلا لو احنا دللنا بالانثروبولوجي وكذا قلنا طب احنا قاعدين نشوف شو نسوي هذه عظام بشر لو حللناها نعرف يقينا العلم اليوم يثبتها يقينا بالكمبيوتر أن صار لها 20,000 30,000 50,000 100,000 سنة ولا يعقل أن يكون هذا من بني آدم لا يعقل مستحيل في ذاكرة البشرية استحيل نذكر سلالة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون اسمه من محمد إلى آدم ابن أثير ابن الأثير أو ابن كثير ذكروا اسم محمد وابن هشام ذكر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وانت رايح إلى بني هاشم إلى قيدار إلى إسماعيل ومن إسماعيل ابن إبراهيم وإبراهيم ابن آزر وآزر ابن كذا ينطلق إلى نوح ومن نوح كذا إلى آدم عليه الصلاة والسلام فعندنا معقول يكون عمر الإنسان 150 ألف سنة ونعرف اسم أجداده كلها يستحيل لأنه حيطلع معي 50,000 اسم يعني أو 30-20,000 اسم من محمد إلى 20,000 اسم هذا يستحيل ما عندنا حد احتفظ بسلالته 20,000 اسم ما عندنا لا يوجد هذا يدللك على هذا المعنى على أي حال هذا مو معنى كبير يعني المعنى الذي نريد بأن الفكرة تتناقل وتتنوع وتتغير مع تغير البشر والناس قاعد يزداد وعيها أكثر ونحن مقدمين على تغيرات كبيرة في البشرية كبيرة كبيرة جدا لم تشهد البشرية يعني هذا الوعي العالي مثل ما شهدته اليوم لم تشهد شهدته على أفراد يعني لا شك أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان عنده من الوعي العالي جدا وذلك هو أثره موجود لليوم صحيح
عيسى عليه الصلاة والسلام كان عنده، موسى عليه الصلاة والسلام كان عنده، إدريس، أي من الأنبياء كان عندهم وعي عالي أفرادا، لكن لم تشهد البشرية هذا الوعي. يعني حتى عند أيام الأنبياء البشر اللي دار مدارهم متواضعين ومعادينهم وكذا، ومضيعين أوقاتهم وجهودهم، كان ممكن يستفيدون منهم استفادة عظمى، يعني مضيعين أوقاتهم بالردود والنقد والجدال والكذا. فيعني وإلا كانت البشرية قفزت قفزات منذ زمن، لكن كجماعة من الناس لم يشهد. يعني هذا لو سمعت دروس دكتور أرمستو، فيليب أرمستو، وأعتقد أنها يعني موجودة هذه على أشرطة سيديات الآن، حتى استغرب شنو حصل في تطور الفكرة لدى الإنسان. فلذلك أنا أعتقد أن الفكرة تطورت ووصلت إلى مستوى راقي جدا. أنا حكمل في هذا الموضوع، فتابعها في الحلقة رقم 2.